الرحمن الرحيم بدر الدين الهلالي، عضو مجلس وطني لموظف في سقيه موظف في وزاره التربيه الوطنيه المقصي من خارج السلم، واحد الموقوفين بمديريه سلا. اليوم من امام مديريه سلا ننفذ هذا الاعتصام الانذاري الجزئي والذي ينفذه جميع اخواننا واخواتنا الموقوفين والموقوفات في جميع مديريات المغرب، والذين تعرضوا البارحه لقمع لفض معتصمهم السلمي والقانوني. نحن اليوم ننفذ هذا الاعتصام الجزئي الانذاري تمهيدا للوقفه الممركزه التي ستكون يوم الاثنين، والتي دعا اليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم التنسيقيه الموحده والتاهيليه والتنسيق الوطني لقطاع التعليم. الوزاره تدفعنا دفعا الى اعلان الاضراب مره اخرى، والى اعاده الاحتقان لقطاع التعليم الذي طال لمده 4 أشهر، والذي كان السبب فيه هو تعنت الوزاره، تعنت الحكومه في حل ملفات نساء ورجال التعليم، والتي خلفت ضحايا بعشرات الالاف على مر عشرات السنين. اليوم ننفذ هذا الاعتصام من امام مديريه اقليميه، ونطالب بارجاعنا من غير قيد او شرط او مجالس اديبيه، لاننا نعتبر توقيفنا توقيف جائر، توقيف استبدادي، توقيف ينم عن شطط في استعمال السلطه. والوزاره نفسها لم تجد جوابا لهذا التوقيف، بدليل انها اعترفت في غير ما مره ان هاد الناس ما توقفوش على حساب الاضرابات، لان الاضراب حق مشروع كما تدعيه، وانما توقفنا الله اعلم علاش توقفنا. لحد الساعه لم تعطي الدوله او الوزاره جواب شافي كافي عن السر في توقيفنا. نطالب برفع هذا الحيف وهذا الظلم الممارس على الموقوفات والموقوفين، والذين دخل منهم مجموعه منهم في حالات مرضيه هستيرية بسبب التوقيفات الجائره، والتي لن تثنينا ولن ترهبنا عن المطالبه بحقوقنا حتى احقاق الحق وازهاق الباطل في هذه الوزاره. هذه المجتمع المدني الان مجمع من نقابات، من تنسيقيات، من حقوقيين، من اساتذه جامعيين، كل المجمع على انها التوقيفات ظالمه جائره ينبغي ان ترفع من غير قيد وشرط. لكن مازال ما فهمناش من هذا الوزير، مازال ما فهمناش هذه الوزاره فين باغيه تمشي بهذه التوقيفات. نحن الان على مشارف نهايه الشهر الرابع، ولا زالت الدوله الوزاره لم تعطينا اي جواب، لا مجالس دوزنا فيها، لا كلام للاشاره. هناك احد الموقوفين الذي تجاوز الشهر الرابع، والاصل في القانون انه عندما يتجاوز الموقوف في التوقيف الاحترازي الشهر الرابع انه يدخل القسم مباشره من غير قيد او شرط، لكنهم المدير رفض استقباله بحجه انه لم يتلقى اي تعليمات من المديريه الاقليميه. فاذا نحن اليوم ننفذ هذا الاعتصام الجزئي والانذاري، ونحن في الشهر الرابع لم نتقاضى اجرا ولم نتقاضى تعويضات عائليه في شطط وفي سابقه وفي خرق سافر لجميع المواثيق وللدستور وللقانون المغربي بعلاته وبويلاته، الا انهم لم يستطيعوا تطبيق حتى هذا القانون اللي هم صنعوه اللي هم يطبلون له في جميع المحافل الدوليه والوطنيه والعالميه. فاذا مطلبنا واضح وواحد، وهو ارجاعنا الى اقسامنا وتعويضنا عن هذا الضرر المادي والنفسي الذي خلفوه لنا في نفوسنا، في اسرنا، في عائلاتنا، في مجتمعنا. الكل يندد ويعترف بانها توقيفات جائره، فماذا ينتظر هذا الوزير وماذا ينتظر هذه الوزاره لرفع هذا الحيف؟ وسنستمر في المطالبه بحقنا، ولن ترهبنا هذه التوقيفات ولن ترهبنا هذه العقوبات حتى انتزاع كامل حقوقنا بعزه وكرامه، ونحن كما كيقولوا منتصرين في كل المعارك. حققنا مجموعه من المطالب، وسنبقى الدوله ارادت ان تشغلنا بالتوقيفات للقفز على المطالب الاخرى
عرضت تحتجز انا كرهائن لتمرير مخططاتها التصفويه، قانون الاضراب، قانون التقاعد، لكن رجال التعليم ونساء التعليم واعون بهذا المخطط الجهنمي، ولن نجعل من التوقيفات حجره عثره امام المطالبه بحل الملفات الحقيقيه والملفات العالقه وتفعيل الاتفاقيات السابقه واللاحقه. وتحيه للاعلام المحلي ومضى حقول من وراء طالب، وشكرا جزيلا. تحيه نضاليه للجميع. امل غنام، عضو المجلس الوطني لاساتذه الثانوي التاهيلي. احنا اليوم كنحاولوا نجسدوا واحد الوقفه تضامنيه مع الاساتذه الموقوفين، 203 ديال الاساتذه اللي مازالوا موقوفين، وملي كنقولوا موقوفين بمعنى موقوفين عن العمل وموقوفي الاجره ايضا. هذه المساله هذه في الحقيقه راه ما كتضرش غير الاستاذ بوحديته، ولكن كتضر الاستاذ والعائله ديالو والعائلات جميعها اللي كيكفلها هذا الاستاذ هذا. احنا السؤال اللي كنطرحوه اولا، علاش توقف هذا الاستاذ؟ كانوا المئات الالاف ديال المغاربه من الشمال الى الجنوب دايرين اضرابات مشروعه حول موضوع مشروع نظام اساسي كان مجحف، كان غيدخل المدرسه العموميه لواحد النفق مغلق، واحد النفق اسود. ثم ايضا كانت عندنا يعني مطالب ماليه مشروعه ايضا، لانه سنوات الاساتذه ما تلقاوش يعني الزيادات الاجريه ديالهم. كانت مجموعه من المطالب، كل فئه كانت عندها مجموعه من المطالب، ناهيك عن الملفات الاخرى يعني اللي بقات كتراكم سنوات بعد سنوات بعد سنوات. الزنزانه 10، الاخوه المقصيين وغيرهم اللي موجودين في جميع تقريبا الاسلاك التعليميه. اليوم حنايا كنجسدوا هذه الوقفه التضامنيه اللي اقترحوها الاخوه الموقوفين، هاد 203 ديال الاساتذه، كونوا واحد اللجينه بينهم فاقترحوا هاد الوقفه، تضامنوا معهم جميع التنسيقيات، تنسيقيه الثانوي التاهيلي، التنسيقيه يعني التنسيق الوطني او التنسيقيه الموحده، كلهم يعني تضامنوا مع هاد الاساتذه وكيجسدوا هاد الوقفه. نطالب بشيء واحد، كنطالبوا بان هاد الاساتذه يرجعوا للاقسام ديالهم، المكان الطبيعي ديالهم هو القسم ماشي هو المكان الطبيعي ديالهم، هو انه يفترش يعني الارض ويوقف اعتصام. حنا خرجنا كنطالبوا بالكرامه، وبغينا جميع الاساتذه يرجعوا بكرامه. الا كان ارتكب شي ذنب وتوجهت له شي تهم، توجه له هذه التهم ويمشي للقضاء. الا كان هذا الاستاذ هذا ما ارتكب حتى شي ذنب ولم توجه له اي تهمه، يرجع للقسم اللي هو المكان الطبيعي، خصوصا اننا نحن على مشارف امتحانات اشهاديه، وحنا كنعرفوا الامتحانات الاشهاديه يعني كيفاش يعني كتاثر على نفسيه التلميذ، كيفاش 203 ديال الاساتذه موقوفين، عندهم مئات الالاف ديال التلاميذ اللي كيدرسوهم. وبالتالي احنا كنقولوا تغليب مصلحه الاستاذ، تغليب مصلحه التلميذ، تغليب مصلحه المدرسه العموميه تقتضي ان هذا الملف ديال الموقوفين يتحل. الناس بداوا بوقفات في البدايه يعني كيحاولوا يوصلوا الميساج ديالهم للوزاره، ما لم يستمع احد. يعني احنا داخلين في واحد الحوار الصم. اليوم غادي تجسد اعتصامات، نهار الاثنين ان شاء الله غادي تكون واحد الوقفه امام الوزاره مصحوبه بمسيره، وقفه وطنيه تضامنيه مع هاد الاخوه الموقوفين عبر التراب الوطني، مصحوبه باضراب ايضا اللي دعت له جميع التنسيقيات وايضا بعض النقابات. لا نريد شيئا اكثر من اننا خرجنا كنطالبوا بحقوقنا، واليوم كنطالبوا بارجاع هاد الموقوفين. هذا هو الطلب الوحيد. احنا على مشارف نهايه السنه الدراسيه، واش هاد الاستاذ هذا تقريبا يفصلنا عن الامتحانات الاشهاديه واحد الشهر او ما يقارب شهر، واش هذا الاستاذ هذا غيبقى موقوف طيله هذه السنه الدراسيه، واش غيبقى موقوف حتى لبدايه السنه الاخرى؟ علاش البعض توجهت لهم انذارات وتوبيخات والبعض الاخر باقي مصيرهم معلق؟ اذا هذه كثير من الاسئله اللي كتطرح، بغينا الوزاره تخرج تجاوبنا عليها. ما كاينش شي ملف اهم من ملف التوقيفات، كيتحمل مسؤوليته في الدرجه الاولى الوزاره، واللي هو مرتبط بمصير التلامد، ونقول اكثر من ذلك مصير المغاربه. راه المدرسه العموميه هي اللي خرجت لنا الاطر كلها اللي اليوم رافعه بهذا الوطن، وبالتالي انت خصك تفكر في حل هذه المشكله، ماشي تعمقها اكثر وتعمق الجراح اكثر من ذلك.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.